عقد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليوناني أليكسي تسيبراس مؤتمرا صحفيا في إطار زيارة رئيس الحكومة اليوناني إلى موسكو، تم التوقيع خلالها على مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين. الرئيس الروسي أكد أن اليونان لم تطلب من بلاده دعما ماليا. تصريح رئيس الكريملين هذا يأتي في خضم المفاوضات بين اليونانيين مع دائنيهم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للإفراج عن الدفعة الأخيرة من المساعدات. تسيبراس الذي وصل مساء الثلاثاء إلى موسكو وضع صباحا الورود عند نصب جندي المجهول بالقرب من الكريملين. الزيارة اليونانية تثير مخاوف الأوروبيين الذين يرغبون بتوحيد صوتهم في مواجهة روسيا.